مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده النهارده وحلقاتنا المختلفه والمميزه من مفاتيح الكتاب. طبعا في البدايه اسمحوا لي ارحب بضيفنا الدكتور جوزيف سعد، استاذ علم اللاهوت الكرازي بالكليه الاكليريكيه بالكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. ده نور حضرتك ونور الاحباء اللي معانا في الاستوديو ونور كل المشاهدين ونور الشرق. نور الشرق كمان. ميرسي جدا يا دكتور، نور حضرتك. مشاهدينا ما زلنا معاكم طبعا ومع ضيفنا الدكتور جوزيف، بنتكلم عن سلسله الاحداث والعلاقه بين الكتاب المقدس والاساطير. النهارده بنعمه ربنا هنكمل حديثنا عن الاكتشافات اللي اكتشفوها العلماء اللي هي الحفريات اللي بتدعم نظريه التطور. دكتور جوزيف، احنا اتكلمنا قبل كده عن اكتشافات او حفريات تم اكتشافها بتدعم نظرية التطور، وبعد كده تم إثبات إن هي مش صحيحة أو تم تكذيبها. هل يا دكتور في اكتشافات تانية غير اللي اتكلمنا عنهم في الحلقات اللي فاتت ولا لا؟ بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في البداية أقول لحضرتك حاجة مهمة. في عالم اسمه الدكتور ريتشارد ليكي. العالم ده اكتشف في أفريقيا سنة 1973 اكتشافات كتيرة من عظام، وقالوا عليها ان هي تنحدر للأصل الإنسان قرد وإنسان نياندرتال وإنسان بسكان ثروبوس والإنسان القرد يعني أو الإنسان المنتصب. كل الكلام ده هو الراجل قال حاجة بقى مهمة جدا، وهو من أشد المؤمنين بنظرية التطور أو النشوء والارتقاء. قال إيه في آخر حياته؟ قال إن كل الاكتشافات التي اكتشفتها هي عبارة عن عظام إنسانية متحجرة ليست لقردة. لا تاني يا دكتور كده معلش. كل الاكتشافات اللي اكتشفها هي عظام إنسانية متحجرة ملهاش علاقة بالقرود. بالقرود خالص. خالص. وقال إن لا قيمة لكل النظريات الموجودة عن أصل الإنسان على الإطلاق. لا قيمة؟ لكل النظريات اللي بتتكلم عن أصل الإنسان إن هو قرد أو عن أصل ما عرفش إيه وإيه وإيه وده كله خالص، بعد ما درس إنسان نياندرتال وإنسان بسكينة ثروبوس اللي هو الإنسان القرد أو المنتصب، بعد ما اكتشف وقال الكلام ده كله. طيب أول ملاحظتين برضو في البداية كده قبل ما نبدأ نعرض الصور والحاجات بتاعتي. اتفضل. نمرة واحد، المذهب النشوئي أو مذهب النشوء والارتقاء ده مش مذهب حديث بالمرة، زي ما احنا ذكرنا قبل كده أنه كان موجود في أساطير وكان موجود وقديم قدم الجنس البشري نفسه، حتى انه كان عند القدماء المصريين وعند الفينيقيين وعند البابليين واليونانيين والرومانيين كان موجود مثل هذه الافكار. لكن لما جاءت المسيحية انتهت كل هذه الافكار التي اعتبرت انها افكار ايه؟ وثنية. لكن عادت تاني للظهور من مخلفات الماضي، لكن خدت لبسة ايه؟ حلة عصرية، ان هي بقى ايه؟ علم، انها علم. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. طيب النقطة التانية اللي لازم ناخد بالنا منها او الملاحظة التانية المهمة جدا، ان ايمان داروين بالنشوء والارتقاء لم ينتج عن اكتشافاته، ما جاش نتيجة اكتشافاته. وما جه نتيجة ايه؟ ان هو امن ايمان يقيني بعدم وجود خالق وجزم بذلك، فقبل ما يعلن عن اكتشافاته وقبل ما يبدأ يستكشف أو يستقصي الحقائق الضخمة بتاعته دي كلها، كان هدفه الأساسي من هذه الاستكشافات ومحاربة الإيمان بالخلق، محاربة الإيمان بالخلق. فضلا عن ذلك أنه نظرية التطور اليوم ليست هي كما اقترحها داروين على الإطلاق، مش هي اللي قالها داروين من في كتابه أصل الأنواع من سنة 1859 تقريبا، يعني إذا كنت غير مخطئ. يعني اختلفت
اختلفت تماما. النظريه اللي هو تم اكتشافها تماما اختلفت عن دلوقتي. عن دلوقتي تماما. عشان كده انا اقول لحضرتك بقى السؤال اللي حضرتك بقى ارجع ليه بقى السؤال اللي حضرتك سالتيه. اكتشافات تانية. في اكتشافين اخيرين عشان مش هنتكلم عن اكتشافات تاني وندخل بقى عن موضوع الاساطير. اول خرافه هي خرافه احجار برينجر. خرافه احجار برينجر او لوجينستين. لوجينستين اي الكذب بالحجاره. في طبيب كان اسمه يوهان برينجر قام في احد ابحاثه الحفريه في سنه 1725 وهو بيقوم بابحاثه اكتشف او سجل اكتشافه لمجموعه حجاره منحوته باشكال حيوانات مع نقوش مكتوبه عليها بالعبري وباليوناني وبالبابلي ولغات اخرى تانية. اعتقد برينجر ان الحفريات دي هديه من السماء ربنا اداها له عشان يقول ايه اندفع ونشر بقى كتاب يحتوي على نتائج بحثه. في الوقت ده كشف اتنين من زملائه هما إيكارت ورودريك ان هما اللي دسوا الحفريات دي المصطنعة دي لمين؟ لبرينجر عشان ينتقموا منه لانه كانوا بيتهموه ان هو متغطرس وان هو مغرور. فلم يقتنع برينجر بان هما عملوا كده. ما اقتنعش ان هي هديه من السماء. واصر على كده وراح نشر كتابه. ولما نشر كتابه في الوقت ده تاكد الباحثين من تزوير احجار برينجر التي قضت على مستقبل برينجر وزميليه الاثنين. قضت على مستقبلهم تماما واكتشف ان الكلام اللي هم قالوه زملائه دول هو اللي صحيح وان كلامه هو اللي غلط. الاكتشاف الثاني الديناصور الطائر. الديناصور الطائر او بيسموه بالاسم العلمي بتاعه اركيو رابيتور. الديناصور الطائر ده تم اكتشافه في الصين سنة 1997 وتم تهريبه بصورة غير قانونية الى امريكا سنة 1997. ده قريب مش بعيد. وتم تهريبه بطريقة غير قانونية الى امريكا. اعتقد الباحثون في البداية ان ده هو الحلقة المفقودة بين الديناصورات والطيور. وعندما كانت هناك ديناصورات ذات ريش قادرة على الطيران. هما بيقولوا ان كانت الديناصورات في وقت من الاوقات قادرة على الطيران وانها تحولت بعد كده وبقت طائر. تمام. لكن البحث المكثف اثبت كونها ايه؟ توليفة. عارفه التوليفه اللي بتجيبها من عند العطار تحط شويه كمون على كزبره على كوكتيل اعشاب مع بعض كوكتيل. او ده برضو طلع كوكتيل توليفه من العديد من الحفريات تم جمعها عن طريق مزارع صيني عشان يعمل ايه؟ يحصل على المال عشان يزود ثمنها وياخد فلوس يجني من وراها مال كثير. نوع من التجاره. التجاره ان هو عايز يبيع سلعه عنده فبيجملها عين اللي بيشتروها. ده مش كده بس يعني مش سلعه عنده ده بيكذب ان دي سلعه موجوده حقيقه. تمام. فالجزء الامامي منها كان هيكل عظمي قديم لحفريه احد الطيور الجزء اللي قدام والديل لحفريه ديناصور من ذوي الريش. يعني الجزء اللي قدام مختلف عن الجزء اللي ورا. عن الجزء اللي ورا. طيب يبقى مين دلوقتي بقى اللي بيكذب عشان يثبت كلامه؟ تمام. طيب اقول لحضرتك اتفضل. اتفضل. لا اتفضل. انا كنت هسال بس سؤال. هل يا دكتور في تشابه بين الـ الاسطوره دي او الاكتشاف بتاع الديناصور الطائر ده واي اساطير تانية قديمه؟ لان موضوع الديناصور الطائر ده يعني حاسه ان في حاجه. اقول لحضرتك في فعلا تشابه. برافو. في حيوان اسمه الجريفين او جريفين. جريفين ده صورته عامله زي صوره بالظبط الديناصور الطائر. لو بصينا عليهم هنلاقيهم الاثنين شبه بعض جدا جدا الى حد كبير. الجريفين ده من المخلوقات الاسطوريه الشهيره في الميثولوجيا الاغريقيه. ولفظ جريفون مشتق من كلمه جريفوس اللي بتعني صاحب المخالب او الخطافات. والجريفين ده كان خليط من حاجتين
الصقر وده طائر، والأسد بدل ديناصور كان أسد. تمام؟ فهو يحمل وجه وجناح الصقر وجسد أسد، زي ما حتى عندنا في مصر في أبو الهول اللي هو نصه إنسان ورأسه ووجهه وجه إنسان وجسمه جسم أسد. بس ده بقى إيه، مش الديناصور الطائر ده، بقى عندنا جريفون ده أو جريفن ده نقدر نقول عليه الأسد الطائر اللي هو خليط من الصقر والأسد، فبيحمل وجه وجناح صقر وجسد أسد. اشتهر بالحكمة وبحراسة الكنوز والمداخل، وفي بعض الجداريات الأثرية اللي وجدت يعني كان يصور وهو يجر عربة الإله ديونيسيوس إله الخمر إلى جانب ثور وأسد. يبقى مين كده بقى اللي يتشابه كلامه مع كلام الأساطير؟ أهو الديناصور الطائر يتشابه مع الأسد الطائر اللي موجود في الأسطورة اليونانية القديمة. طيب أول حاجة تانية مفاجأة بقى لحضرتك، اتفضل. ليست الحفريات المتحجرة قديمة أو عمرها آلاف السنين، بدليل اكتشف العلماء في استراليا برتقالات متحجرة، أورنج متحجرة، وبرانيت يعني قبعات متحجرة في بعض المناجم اللي غمرها الماء والركام وانهارت. ومن المعروف ان البرتقال ده والقبعات دي دخلت استراليا مع الاوروبيين، وده تقريبا من حوالي 200 سنة فاتوا، دخلت استراليا القبعات البرانيت دي والبرتقال ده مع هجرة الاوروبيين لاستراليا. من كم سنة؟ 200 سنة، يعني مش جديدة في استراليا. تمام. المضحك بقى ان المعامل لما بحثت في عمر هذه الاشياء اعطتها عمرا يقدر بملايين السنين. يا عم ملايين السنين ازاي اذا كانت هي داخل استراليا من 200 سنة. يبقى ازاي ملايين السنين؟ يبقى في هدف مخفي وهو ابعاد الناس عن الله، ابعاد فكرة وجود اله. طيب اقول كمان مثال تاني او نموذج تاني. اتفضل. انفجار بركان مونت سانت هيلين في امريكا، مونت سانت هيلين في امريكا سنة 1980، قالوا ان ده دليل دامغ ضد طريقة تحديد عمر الحفريات. اتسألت حضرتك المرة اللي فاتت هل الكربون المشع نسق فيه، نسق في ان هو وسيلة فعالة لتحديد عمر الحفريات او الاحفوريات اللي بيكتشفوها. خدي بقى الدليل الدامغ، البركان ده اللي حصل في سانت مونت سانت هيلين في سنة 1980 بعد 28 من الانفجار البركان، بعد 28 يوم من انفجار البركان ده تحجرت غابة كاملة. 28 يوم اتحجرت غابة كاملة بسبب البركان. تمام. وتحولت الى انواع مختلفة من الفحم. قالت المعامل بقى خدوا الفحم ده وراحوا حللوه في المعامل، فالمعامل دي قالت ان عمر الفحم ده 3 مليون سنة برضو. يا راجل ده لسه متحجر من 28 يوم والكلام ده موجود. طب هو دكتور سوري، ما ممكن حد يقول ما كان الفحم ده موجود من قبل ما يحصل البركان والاشياء الموجوده دي؟ لا ما موجود، ما كانش موجود. لا ما كانش موجود، ده هو وجد في المنطقه اللي حصل فيها البركان. يعني معنى كده ان هو فعلا تحجر اثناء او بعد البركان، بعد انفجار البركان. تمام. بعد الانفجار بتاع عشان البركان، بس ما يبقاش في ثغرات كده تلاقي حد طلع يقول لك لا ممكن كانت موجوده وانتوا قلتوا لا. كمان تكونت تلال عالية من صخور البراكين المنصهرة وكونت طبقات مختلفة، وقدرت المعامل عمر هذه الطبقات بملايين السنين في حين ان عمرها لم يزيد عن 28 يوم. 28 يوم، نفس الكلام يعني كمان من السنين. 28 يوم يعني وقت قليل قوي، يعني يقدروا يتحدد بدقة ويعني أيام. خدوا الفحم ده وراحوا حللوه والطبقات دي وحللوها، قالوا دي ملايين السنين. أشوف هل طبعا هل خطأ منهم؟
هل عدم هل مقصودة منه؟ بالضبط كنت هقول هل مقصودة ولا بدون قصد؟ ده السؤال يجب طرحه على من يؤمنون بذلك، على من يقولون ذلك. نيتشه، أتكلم حضرتك عن نيتشه، أشهر الملحدين يعني، اللي عاش حياته يقاوم الله ويبشر ويقول ماتت أسطورة الله. هو قال بقى ان خلاص الله مات، مفيش ان هو إله. كان أسطورة يعني الأصعب ان هو أسطورة. لا لا لا، هو قال ان يعني مات الله، واخيرا مات الله لكي يحيى الإنسان. طيب نهاية سطو، وقال انه هذه نهاية سطوة الله على الفكر البشري. ده نيتشه اللي قال كده. نيتشه ده قضى اخر 11 سنة في حياته مصاب بالجنون. هو تنبأ ان العالم سيصاب بالجنون، فلم يصاب العالم بالجنون لكن هو اللي اصيب بالجنون. طبعا احنا مش فرحانين فيه، انا بقول بس حاجه حصلت تاريخيا، تحققت نبوته على نفسه شخصيا مش على العالم. لكنه كتب في احد خطاباته قال ايه اشعر اني قلم جديد استخدمته قوة عليا على قصاصة من الورق. يعني اعترف هو ان في اله، قوة عليا. وقال ايه كمان نيتشه؟ عندما يرفض المرء الايمان المسيحي، تاني عندما يرفض نيتشه اشهر الملحدين، هو اللي قال الكلام ده، عندما يرفض المرء الايمان المسيحي فهو ينكر على نفسه الحق في الأخلاقيات المسيحية. الحق في الأخلاقيات المسيحية، وهذه الأخلاقيات ليست واضحة في ذاتها، فالمسيحية منظومة ونظرة متكاملة للأمور مجتمعة، ولكن كسر المفهوم الأساسي فيها ألا وهو الإيمان بالله يكسر المنظومة كلها. يبقى الموضوع ايه؟ ان عشان اكسر الاخلاقيات المجتمعية، الاخلاقيات المسيحية، الاخلاقيات اللي بتخلي الانسان عنده امانة وعنده ضمير وعنده عنده عنده، عشان اكسر هذه الاخلاقيات لازم اكسر ايه؟ الحجر الاساسي في هذه الاخلاقيات، المفهوم الاساسي هو ايه؟ الايمان بالله. فانا اكسر مفهوم الايمان بالله تماما فتتكسر المنظومة كلها. وقال فالمسيحية تقوم أو تسقط بناء على الإيمان بالله. ده مين اللي قال كده؟ نيتشه. المسيحية تقوم أو تسقط بناء على الإيمان بالله. بس احنا نحب نبشره يعني أن المسيحية لن تسقط، لأن الرب في وسطها فلن تتزعزع، وأن قوات الجحيم لن تقوى عليها ولا على الإيمان بالله. أمين. اللي هو القوة الفاعلة زي ما هو نفسه قال في حياة سيد دكتور. ده برضو في حد ذاته شهادة ان هو يقول ان الأخلاقيات والأمور المسيحية القيمة الجميلة اللي بتتسم بيها المسيحية، ان هو عشان يقضي عليها لازم يقضي على الأساس من الأول اللي هو الله اللي خلى الناس حجر الزاوية في الإيمان، اللي خلى الناس تعرف الأمور دي وتعيش الفضائل دي وتظهر وسط الناس. فده حد ذاته أنا بعتبره شهادة إن المسيحية فعلا فيها فضائل جميلة. الإنسان بيقدر، حتى الإنسان لو رافض أصلا وجود الله بيشوفها وبيلمسها في الشخص فعلا المسيحي، وهو ده رسالتنا إحنا على الأرض يا دكتور. يعني سوري بعد هقطع كلام حضرتك، لكن هي دي رسالتنا احنا كمسيحيين، احنا نور وملح للارض. لما كناش احنا نأثر في الناس اللي احنا بنعيش حواليهم، حتى كان الشخص ده تفكيره ايه او بيقول علينا ايه او بيفكر فينا ازاي، اولا طبعا لازم نحبه ونحترم رايه ونحترم الاختلاف. المسيحيه اساسها المحبه، الله محبه، صح؟ فهي دي الفضائل اللي بتظهر للناس من خلال سلوكنا احنا كمسيحيين بقى حقيقيين فعلا، بنسلك في النور عشان نكون نور وملح للناس دي. هو ربنا نفسه قال في رسالة يوحنا إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه. بس عايز أقول حاجة أخيرة
في قصيدة للشاعر وورد زورس سورس قصيدته العزم والاستقلال، الكلام اللي فيها ينطبق على نيتشه. قال إيه؟ نحن الشعراء نبدأ حياتنا فرحين ولكننا ننتهي تعساء مجانين. تاني، نحن الشعراء نبدأ حياتنا فرحين ولكننا ننتهي تعساء مجانين. الكلام ده ينطبق على مين؟ الناس اللي بيقعدوا يقضوا حياتهم. أنا شفت في فيلم موجود على الإنترنت اسمه المطرودون، بيتكلم عن العلماء اللي تم طردهم من الجامعات الأمريكية واللي تم طردهم من المدارس من الهاي سكول، لأنهم بيتكلموا عن إن الله الخالق، تم طردهم تماما. تلاميذ دكتور ولا معلمين؟ معلمين مدرسين أساتذة جامعات بيطردوهم في أمريكا علشان بيقولوا إن في خالق أوجد الكون. هم عايزين ينفوا بيسكتوهم للأبد، زي ما للأبد عشان ما يبقاش ليهم تلاميذ ياخدوا الفكر بتاعهم ويبدأوا هما كمان يعلموه. ولا وبيقولوا حاجة تانية جديدة، يعني بيقول بيها البعض دلوقتي، بيقولوا إن الدين هو أساس كل الحروب اللي في العالم. طبعا الكلام ده كذب. طب الحرب العالمية الأولى كان سببها الدين؟ لا. الحرب العالمية الثانية اللي راح ضحيتها ملايين من البشر كان سببها الدين؟ كان سلطة. الحروب حتى الحرب الصليبية اللي البعض بيقول إن سببها ديني، لا ما كانش سببها ديني خالص، كانت أسباب سياسية وأسباب مشاكل ملهاش أي علاقة خالص، ملهاش علاقة أصلا بالدين المسيحي ولا الصليب ولا أي حاجة نهائي نهائي. وكان اسمها حروب الفرنجة، ولكن تم تغيير اسمها لحروب الصليبيين عشان يعملوا عملية توازن، إن زي ما في حروب عندنا في حروب عندكم. وده كلام مش صحيح، تعالى نثبته تاريخيا وتعالى نثبته بطريقة بحثية مظبوطة. يبقى أنا هنا بتوقف مع حضرتك عند النقطة دي، إن في علماء كتير قوي 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 بيعيشوا حياتهم كلها بيحاولوا يقاوموا الإيمان المسيحي. حتى فولتير قاوم الإيمان بوجود إله سنين وسنين، ولكن عندما جاء على فراش المرض وهو بيموت قال لابنه أعطني الكتاب من المكتبة. قال له أي كتاب تقصد؟ المكتبة مليانة آلاف الكتب، مكتبة بقى فولتير يعني مكتبة كبيرة مكتبة يعني قبل العين. تمام. فبيقول له أعطني الكتاب. فقال له أي كتاب تقصد؟ قال له حينما أقول الكتاب معرفا فليس هناك سوى كتاب واحد، هو كتاب الله الكتاب المقدس. طب كان لزومه إيه تعيش حياتك دي كلها فرحا وتأتيها تنهيها تعيسا؟ مش عايز أقول بقى مجموعة. احنا على فكرة بدأنا بالتعبير ده أو بالكلام ده بالتحديد، اللي هي الكتاب معرف قال يبقى كتاب مقدس، في أول حلقة بدأناها من مفاتيح الكتاب تقريبا من سنتين أو من سنة ونص. فنختم يا دكتور بقى النهاردة بكلمة روحية بقى بعد الكلام الجميل ده. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إن الخطية نمرة واحد إنها انفصال عن الله، انفصال الإنسان عن الله، وهذا الانفصال نتج عنه موت، والموت ده له ثلاث مستويات: الموت الروحي أي الانفصال عن الله، الموت الجسدي أي الانفصال الروح عن الجسد، فالجسد يعود للتراب، بس طبعا العملية دي أخذت وقت. الموت الثاني الموت الأدبي أو الأخلاقي، فانحدرت الأخلاق بسبب ابتعاد الإنسان عن الله، عن انقطعت الشركة، انقطع التيار الكهربائي اللي بين الإنسان والله، الإنسان وخالقه، فنتج عن ذلك الموت. نمرة اثنين، احنا صرنا متهمين وصرنا تحت حكم الموت، زي ما قلنا في نمرة واحد في رمية أصحاح 6 آية 23 يقول الكتاب المقدس إن أجرة الخطية موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية. فكل إنسان مات بالخطية وانفصل عن الله، اليوم تقدم عليه الدعوة، تعالى وارجع إلى الله. الله يريد أن جميع الناس يخلصون إلى معرفة الحق يقبلون. يقول الكتاب لا تكون إلا فرحا، افرحوا في الرب
كل حين وأقول أيضا افرحوا. ووقت ما تفرح طول حياتك لن تندم وقت مماتك، ولن تعيش تعيسا أو مجنونا لأنك أمنت بالله، بل ستحيا إنسانا عاقلا واعيا مدركا قوة الله ومدركا محبة الله، وتتلامس معها بقوة، لأنه يخترق قلب الإنسان بقوة محبته فيغير القلب ويغير الفكر ويغير كل الكيان. نمرة ثلاثة، الخطية عملت عداوة بين الإنسان والله. ففي أرمية أقول آية أخيرة؟ تفضل يا دكتور، تفضل نكتب الآية يا دكتور الأخيرة. أرمية أصحاح 2 آية، أصحاح 2 وآية 29 يقول الكتاب كده: لماذا تخاصمونني؟ لماذا تخاصمونني؟ في ناس عندها خصام مع الله بسبب أنه تعثر في رجل دين، أو بسبب أنه تربى تربية خطأ، بسبب أب كان قاسي في معاملته، أو أم غير حنونة. لكن الكتاب بيقول: لماذا تخاصمونني؟ كلكم عصيتموني، يقول الرب. بسبب هذه الأشياء لا تخاصم الرب. ارجع إلى أبوك السماوي، ارجعوا إلي. لباطل ضربت بنيكم، لم يقبلوا تأديبا، أكل سيفكم أنبياؤكم كأسد مهلك. وبعدين يرجع: هل تنسى عروس عريسها؟ أما شعبي فقد نسيني. نسوني ليه؟ بسبب العثرات، بسبب الأخطاء، بسبب محبة الخطية. لكن ربنا بيدعوني النهاردة وبيقول لي: تعالى لكي أكسر حاجز العداوة الذي وضعته أنت بيني وبينك. زي ما بيقول الكتاب: هلما نتحاجج أشعياء 1:18، هلما نتحاجج يقول الرب. تعال بكل خطاياك وأنا أغسلك منها، تعال بكل عداوة وأنا أشفيك منها، تعال بكل جروح من الماضي، من الأهل، من رجال دين، من أي إنسان على وجه الأرض، وأنا هو الرب شفيك. دكتور هختم يا دكتور بالكلام الرائع الجميل المعز ده يا دكتور مع حضرتك النهارده، بشكرك جدا، نورتنا وباركتنا النهارده. العفو، انا اتشرفت وخدت بركه، ربنا يخليك. مشاهدينا طبعا في نهايه الحلقه ما فيش كلام يتقال بعد الكلام الجميل المعزي اللي يشفي الروح ويشفي الانات اللي في القلب التي لا ينطق بها اللسان. النهارده نرجع لربنا كده بتوبه حقيقيه زي ما دكتور جوزيف قال لنا. مشاهدينا خلصت حلقتنا، لكن لسه معاكم مكملين تاملاتنا وسلسله حلقاتنا الجميله في الكتاب المقدس وعلاقته بالاساطير، وهل دي حقيقه ولا لا؟ استنونا في حلقه جديده ومفتاح جديد من مفاتيح الكتاب. سلام، الرب يكون معكم. سلام.